هي الأقرب للأزرق الكويتي، للأزرق تحاول بهذه الكرة. مبارك الفنيني وصافرة حكم المباراة تشير لوجود خطأ ويشر البطاقة الصفراء الأولى في المباراة على اللاعب عبد الله رمضان. عبد الله رمضان يتلقى البطاقة الصفراء بعد التدخل بالكرة الماضية مع اللاعب مبارك الفنيني. والله أجواء مثيرة، أجواء رائعة جدا ببصرتنا الجميلة، ترحب بكل الأشقاء بكل المنتخبات الحاضرة. نعم، ها هي البصرة وها هو كرم البصرة. استمع لهذه الهزيج والتصفيق للجماهير العربية الحاضرة وأيضا لجماهير المنتخب الإماراتي والمنتخب. هل تكون ثلاثة نقاط بمباراة اليوم أم تنتهي تعادل سلبا ما بين الإمارات والكويت؟ لكن تدخل هنا وصافرة حكم اللقاء والبطاقة الصفراء على اللاعب. نعم، هذا هو سيبستيان تيغالي يتلقى البطاقة الصفراء بعد أن حذر حكم المباراة في الشوط الأول تيغالي، والآن أشهر البطاقة الصفراء فالحذاري يا تيغالي بعد الاحتكاك والتدخل مع اللاعب سلطان العنزي. هذا هو التدخل بالكرة الماضية، ولكن حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء على اللاعب تيغالي. هنا من المواجهات الكبيرة ما بين المنتخب الإماراتي والمنتخب الكويتي. في الكويت عام 74 فاز الكويت بهدفين مقابل لا شيء، سجل جاسم يعقوب وعلي الملا، وأيضا في خليجي الكويت. هذا هو الزعيم، هذا هو جمهور الكويت، يردد يطبل يصفق يرقص ليقول هذا الأزرق عاشقينا، هذا الأزرق عاشقينا، مو بدينا مو بدينا، حبك مفصل علينا، قيس مجنون على ليلى واحنا الأزرق عاشقينا.